اللي حصل حوالي الساعه 7:05 كده هو لقينا دخله غير عاديه ملت المنطقه كلها. جرينا كلنا احنا الاهالي هنا جوه الكنيسه لقينا دخله غير عاديه ومفيش حد. الاهالي هم وشباب الكشافه زي ما قال حضرتك هم اللي بداوا يدخلوا بالتطفيات وبالسلالم بالمحلات ويقدروا يخمدوا الحريق لحد ما تيجي المطافي. جت المطافي للاسف عربيه واحده وفين وفين لما كلمنا الدكتور ايهاب الطماوي عضو مجلس الشعب وكلمنا استاذ طلعت نصر رئيس حي شبرا وبتوجههم هنا لمكان الحادث يعني قدروا ان هم يجمعوا القيادات كلها. ايه اسباب الحريق والله؟ اسباب الحريق الله اعلم ما نعرفش. قبل الفطار بربع ساعه لقينا دخانه طالعه من الكنيسه اتصلنا بالمطافي وقفت جت على ما دخلنا الحاجه كانت النار هاجت فوق واحنا بنطفي مفيش عماله تزيد كل شويه. حصل اصابات او حاجه؟ لا اصابات ما فيش بس خسائر كتيره فوق في الكنيسه. لقيت انا شميت ريحه ولع كده ببص لقيت المطافي جت والحكومه كلها جت وطفت الدنيا كلها. المطافي جت بعد قد ايه؟ مفيش 5 دقايق. والمحلات هنا كلها جرت طفت الحريقه كلها. كل المحلات. حصل فيه اصابات او حاجه؟ لا مفيش اي حاجه. الاخوه المسلمين الحمد لله. مبتدأ.com